عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. الاسم ديالك؟ اسمي حكيم. حكيم قرشي. حكيم قرشي. المنطقة اللي كنتواجدوا فيها حنا؟ انا هذا خطاطبة. خطاطبة تابعة لأي؟ خطاطبة منصور. منصور. شنو المشكل اللي واقع؟ المشكل عندي هنايا. المشكل عندي هنايا تقريبا. ضربت تمارة. شهرين ديال الدكانة. ثلاث شهور ديال الجري. الليل ونهار. تمارة وأنا وليداتي. معاني كنخدم الليل معاني نخدم النهار. هما جاو دمروني في. جيت مشيت مع العشاء جيت الصباح ما لقيت حتى حاجة. الغالب الله. شنو اللي دمروك؟ احكي لنا بالضبط واش هاد الأرض ديالك؟ أرض ماشي ديالي. بلاد العشاء هذا كارية. أربع سنين وأنا كارية. ما عمر شي واحد هوني. واليوم اللي زرعتها كيجي وحدين اخرين قال لك اودي حنا عندنا حقنا هنايا. شكون هما هادو اللي عندك؟ شي واحد اخرين وراته مع الاخرين مع اللي كاري. مع اللي كاري من عندهم؟ مع اللي كاري مع اللي كاري من عندهم. جاو عندك نسيف عاود ما يمشيو عندهم؟ مع العود اللي يمشيو عند الاخرين تفهموا ماشي عندي انايا. جاو تقول لي الفلفله انت مالك ما عندك ما دير. قالوا لك نتفل لك الفلفله. نتفل لك الفلفله وما عندك ما دير. جات حيدت لي تقريبا شي 60 متر ديال البريزو. قلنا ما كاين مشكل. باكش باغي نمشي نعيهم قالك اودي عرصة ما درت حاجه اهدا ما تعايبش ما درت حاجه رصيت ما درت حاجه مشيت هذيك الساعه عند مول البلاد قلت لهم راه اش كاين واش كاين يا قالك صافي حنا تفاهم العسير سير قضي حاجه حنا تفاهمنا ايوا مشات تقريبا هي دابا 3 شهور من ضربت عماله جاو حيدوني الفلفله في السقف رمشات وعي جاو ضيعوا لك الدوله ضيعوا لي الفلفله انت كتشوفي ما خلاو لي حتى حاجه مره شحال شحال تقريبا من تركين هنا في هذه الارض شحال من تزارع؟ 3000 متر اللي مشات هنايا كل اللي زارع عندك كلها مشات كلها فيها فلفله خضراء كلها فلفله وجدت اما جناوها راكده يعني خلوها حتى وجدت مني نتفوها اللي نتفها راهم جا عند المساكين هما عاونوني باش حيدوا هاد الغله هادي اللي ناسها يعني شنو الهدف ديالهم جاو غير نتفوها ما داوها ما والو ما داوها ما لو جاو عند نتفوها وصافي ومشوا بحالهم عابش يضيعوا عابش يضيعوني وهادشي كامل بسبباش اسباب شي مول البلاد هما اللي قال لك اودي حقنا هنايا علاش ما يمشيوش عند مول البلاد يصفوا معاك العود لا يمشيو عند ملوج عندي انا يصفوا لي انا ما عنديش درويش ما عنديش عندي وليدات عندي ثلاثه وليدات عندي الوالده هي مريضه والله الا كنشري العدوى باش نشري خليت كريدي والله الا كريدي 84 ديال الكريدي شكون اللي غيخلصها لي انا الزق انا وليت ندمر وليت ندمر توجهتي للجندر ديالكم ومشيت على الجدر ميت قالك ما شايفيش ما دايريش سير صورك شي وانت على جيبي شنو قالوا لك؟ قالك سير صورك شي وجيبي لنا راه مشيت وليت رجعت عاد جاو هما عاد جاو شافوا هنا خاصك تهضروا معاك المعاينه باش تمشي عندهم جاو عاد جاو هنايا وجاو شافوا ومشاو بحالك حتى الاخر عاد جاو شافوا حتى جاو الصحاب عاد جاو هما ربما توصلوا بهذيك الهضره جاو هما عاد خرجوا هنايا وداروا سميتو اجراءات وهذا شنو راه هادشي اللي كاين شنو قالوا لكم دابا الجندر؟ جدر مقلت سيرت العشية وتعالى أنا بقيت الله أعلم شنو كنطالب؟ ما أنا كنطالب حقي أنا كنطالب سيدنا يعاوني أنا كنطالب حقي راه من قصد الله كريم ما بقات عندي حتى حاجة وهذا الشيء اللي كنطلب صافي أنا ما صافي وقفت وقفت أنا وقفت صافي أنا وقفت صافي دمرت أنا السلعة ديالي هي مشات كاع دير أنا ما قدرش نزيد واش نزيد تفلح صافي والمرأة عندي الوالدة عندي مريانة الوليدة تا هو مقوتين بها كنجي نخدم انا والمرأة دريتي كون ما قادرش كيجيو يعاونوني ما عادش كندير هو الحل الواحد هازني حبيبتي هازني حنا عيد جابا ما عندناش بوانا ورزاو لخويا خدام معاه خدمها بالثمن حنا عيد جابا رزاو عندنا دا البيت ما يتزهل على طول الحياة خويا رزاو ورجعوا عندهم شوف عليهم دار تبر وليداته ما قادش حتى نقدم ولادو ما قادش وغادر في الصحة مرتك من الليل والنهار وقلت هزنا من الكريدي كلشي هزوا الكريدي واش ما عندو حشوم عليه هزنا وكنا كذا كو واني ما عرفتش منين نتصل به شو ما كاع شو ما عليه شو ما عليه غبار صاير كلشي هزو ماكم رزيتو ماكم واش بغيتي حدو ناري ما دار في الحوت لا 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 اش وديني يا خويا لا 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 ودوينا لا 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 ل
واش بغيتي عندو انا 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 ما قالت قالو ما قال دارو انا انا ما قبر الزيتو لا اخويا ترى دوما دراتوني انا 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 انا